حبيباتي، سألتوني عن البهارات اللي أنا بستخدمها. أنا بالعادة بستخدم أنواع كثير من البهارات، واحدة منهم بهارات مجدي، فحنبدأ اليوم ببهارات مجدي لأنها ما شاء الله تبارك الله يعني جودتها جدا ممتازة. أنا أحب من عندهم مرة بهارات المشكلة المخلوطة، مرة أحبها، وكمان أحب من عندهم بهارات الكاري. فوصفتي اليوم المفروض أساسها بهارات الكاري. ما راح نكتر، بس حنحط ملعقة وحتعطينا طعم مرة لذيذ مع اللحمة. إن شاء الله بإذن الله حتعجبكم وصفتي. بالنسبة للفلفل الأسود، الفلفل الأسود ما شاء الله نظيف، مطحون طحنة ناعمة، سواده مرة حلو، ويعني شيء كده يفتح النفس الصراحة. فلا تتعبي نفسك، إذا أنت محابة تاخدي أنواع أنت ما تعرفيها توجهي على طول لبهارات مجدي، والعارف لا يعرف. كمان عندي بابريكا، قبل أروح أعمل وصفتي هي بقول لكم شيء على هذا الشيء الجميل. طبعا أنا خرجته من الثلاجة من الصباح، يعني كده صحيت الساعة كده 7 الصباح وخرجتها، على أساس إنه أنا لما أجي أفتحها تفتح معي. لو خرجتيها في نفس الوقت وهي باردة حتتقطع معاكي. انتظري إلين ما تصير بحرارة الغرفة، انتظري تكون بحرارة الغرفة بعدين أبدأي فككيها. يعني تفتحيها كده بشويش لأنه هي لسه شوية باردة، كده بشويش تفتحيها خلاص تمام وطيبة وممتازة كمان. طيب حبايبي، أنا هنا حطيت زيت زيتون وحطيت بصل، حطي البصل اللي يناسبك. أنا هنا حطيت البصل البني، أستمر بالتقليب لما يصير لونه أصفر، ما أبغى يتحمر بس أبغى لونه يصير أصفر فاتح، وبعدين أحط عليه اللحم. طيب حبايبي، أنا هنا ضفت اللحم وقعدت أطقطق فيه تقريبا، هنا عندي نص كيلو لحم مفروم، هتجي تطقطق فيه لين لما يكون مضبوط ويتحمر مع البصل. بعدين كده شويات لما أشوف اللحم المفروم كله تفكك أحط البهارات. طيب حبيباتي، بعد ما حطيت البهارات حمرتها شوية لما طلعت ريحتها، بعدين ضفت عليها موية. أنا أحب أضيف موية في اللحم المفروم لأنه بعض البنات قالوا لا إحنا ما نضيف. أنا أحب أضيف وأحب أتأكد 100% إنه اللحم عندي استوى تماماً، لأنه أنا حاطة اليوم لحم غنمي ولحم بقري، فاللحم البقري لازم تطبخيه مرة كويس على النار. وكمان الموية حتساعدني إنه جزيئات اللحم المفروم تتفكفك، تمام؟ خصوصاً إنه اللحم المفروم اللي أنا مستخدمته دهنته قليلة. طيب بنات شوفوا، أنا دقتها لسه الموية ما نشفت تماماً، بس دقتها والله العظيم الطعم في المخ مرة حلو. تقريباً قديش حطيت من بهارات الكاري؟ هني جيبي لي بهارات الكاري العلبة. تقريباً حطيت قد هذه الملعقة، شايفين دي صغيرة، حطيت منها 1 3/4 أو نقول 2 تقريباً. مرة 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 حلوة، والحلو إنه ما هي حارة. في بعض أنواع بهارات الكاري تيجي حارة، لكن دي والله العظيم ممتازة. اللي لسه ما اشترت بهارات على طول تتوجه تروح تاخذها وتجرب، وعلى ضمانتي البهارات المخلوطة، البهارات المشكلة المخلوطة من مشدي هذه كمان تفوز. طيب حبيباتي، بعد ما أنا طفيت النار حطيت عليها تقريبا زبدية نص كوب أو 3/4 كوب من الشبت، أو نقول حزمة كاملة كده صغيرة، قطعيها وحطيها بعد ما طفيت النار وهي حارة، لأن في بنات قالوا لا إحنا نحطها لما تبرد. طيب أنتم هذه طريقتكم، أنا طريقتي تحطيها وهي حارة خليها تذبل شوية، بس نضبط الملح ونبدأ نحشي. بسم الله. الله يسعدك يا حبيبتي، أنا أحبكم كلكم، الله يسعدكم. بالنسبة لنوع البصل أيوة يفرق، نوع البصل اللي أنا استخدمته هو البصل البني، طعمه يعني معتدل، لكن لو استخدمت البصل الأحمر، البصل الأحمر طعمه لاذع قوي،
فاللي ياكل حيذوق البصل كده وحيقعد طعمه بفمه طول اليوم. ما اعرف يعني، فانتم استخدموا اللي يناسبكم، مو معناها انه لا ما نطبخ بالبصل الاحمر الا نطبخ، وانا اطبخ فيه، انا واحده من الناس اللي تطبخ بالبصل الاحمر، لكن لما اجي عند السمبوسه صرت احب استخدم البصل البني. لو حتكشني لو حتحمسي عادي استخدمي البصل الاحمر. ان شاء الله يكون واضح يا بنات. طيب حبايبي نبدأ نرف، أسوي معاكم واحدة والباقي أكملها بعدين. نغطي على جنب ونبدأ بسم الله. لا تكتروا حشوة، بس يا دوب ملعقة واحدة لسه دافية شوية، بس خلاص أنا مستعجلة وأبغى أخلص، بس هو المفروض ترى تستنوها تبرد تماما، بس هي دحين دافية. تبغيها مليانة حشوة عادي زيدي ملعقتين، أنا حطيت ملعقة واحدة الصراحة، يعني أفضل شيء إنه قللي الحشوة. نحط دقيق مع موية ونخلطهم مع بعض عشان وقت القلي ما تخرج مني أو ما تفك هذه، بس خلاص هذه هي. طيب حبيباتي طلبتوني طريقة الحشوة هذه وعملتها معاكم، بعدين قلت خليني أعملها مرة تانية لأنه أغلبكم قالوا بلقيس ما حضرناها وراحت علينا، فحنعيدها اليوم عشان خاطركم. هنا عندي جبنة شيدر، أنا خالطة جبنة كرافت اللي هي معلبة الزرقاء، حاطة منها شوية مو كتير يعني علبتين صغار، وحاطة تقريبا 3 أكواب من الجبنة الشيدر المستوردة اللي هي الهولندي أو الدنماركي، أي نوع جبنة حمراء مستوردة وتكون حيوانية مش نباتية هذه استخدموها. أوكي أحاول أطلع لكم صورة، أنا أخوي صور لي هو في السوبر ماركت، فأحاول أروح أدور لكم أشوف إذا الصورة لسه موجودة أو لا. رح أحتاج هذا مخلل الهالبينو، خلص من عندي، المفروض أحط أكثر شوية كمان بس إنه مخلص، هذا هو مرة لذيذ والطعم مرة يفرق. إذا عندك أطفال وخايف إنهم يذوقوا حرارة خلاص لا تحطي، حطي فلفل رومي أخضر. هنا عندي فلفل رومي أحمر، وعندي بقدونس، وعندي فلفل أحمر حلو، وعندي فلفل أحمر حار. إذا برضو قلت لك لو عندك أطفال خلاص لا تحطي. والإضافة المهمة ملعقة دقيق، ملعقة كبيرة، هنا عندي تقريبا 2.5 كوب أو 3 أكواب، راح أحط عليه ملعقة كبيرة دقيق. ليش الدقيق؟ لأنه الخضار هذه اللي أنا حطتها دي ودي هيخرجوا سوائل، والدقيق حيمسك السوائل اللي تخرج من المخلل والفلفل والبقدونس، فحطي ملعقة دقيق الله يرضى عليك عشان تزبط معاك وتطلع حلوة. ما حطيتي دقيق لا تقولي ما زبطت. طيب الحشوة ما يبالها ولا شيء، راح أشيل الأشياء دي، بقدونس، فلفل رومي أحمر، الفلفل الحار، والفلفل الحلو، الفلفل الحلو كميته شوية كبيرة، والمخلل المفروض يكون أكتر، نقص عليا، والدقيق، والله يبغالها كمان شوية دقيق، هنزود حبة، ونخلط، بس كده حشوتي صارت جاهزة. تبع السريع بنات، إذا هذه العجينة خرجتيها وكانت باردة معاكي حطيها في الميكروويف شوية كده 10 ثواني تصير دافية، بعدين أبدأ استخدميها، ما تسيبيها في الفرن في الميكروويف تستوي، لا حطيها في الميكروويف كده 10 ثواني، 5 ثواني كمان، وبعدين أبدأ يفكفكيها، لأنها لو اشتغلتي فيها باردة راح تتقطع، فالميكروويف كويس كمان. طيب بنات شوفوا، أنا حلفها اليوم في رقاق السبرينج رول، تقدري تلفيها بحشوة سمبوسة عادية،
فراح اعمل كده وراح اعمل كده، يعني راح اشكل ما بين الرقاق السبرينج رول ورقاق السمبوسة. طيب بنات ركزوا معايا لاني هعمل صوص لذيذ، تمام؟ الصوص بالتمر الهندي اللي هو الحمر. فهنا عندي تقريبا كوب من التمر الهندي انا بليته وصفيته من الحبوب كويس، واحتاج صوص حار اللي هو هذا من رنا، تمام؟ حط منه تقريبا ملعقتين كبار، وكمان احتاج ملعقتين صغار مليانة سكر، اوكي؟ فضروري السكر. واحتاج ملعقة وسط او ملعقة صغيرة مليانة من النشا. بكل سهولة راح اخلط دي المقادير كلها في قدر واحد واغليها على النار غلوة واحدة. حطيت صوص التمر الهندي وكل المقادير، السكر والنشا والصوص الحار، وكمان ضفت عليها نص ملعقة صغيرة من بهار الكاري الناعم ونص ملعقة صغيرة من البابريكا الناعمة، وأخليها تغلي على النار بس غلوة واحدة. طيب حبايبي أنا قليت كمية اللحم، دحين عندي شيء اللي بالجبنة، ولازم الزيت يكون حار. استمر بالتقليب حمر معاكي مظبوط. حطيت كمية في القلاية الهوائية، وأنا من الناس اللي صراحة ما تقتنع بالقلاية الهوائية في السمبوسة وفي السبرينج رول، معلش إحنا نحب الطريقة دي، بس برضو عشان نرضي جميع الأطراف حطينا كمية في القلاية الهوائية. خلاص كده أنا أشوف تحميرتها كويسة راح أرفعها، وبما إنها جبنة فأتوقعي إنه لو فكت ممكن تخرج الجبنة معاكي وتعمل، بس ما شاء الله تبارك الله هذه ما خرجت فأمورها طيبة. عشان كده أنا أقول لكم الجبن ينقلي على الزيت الحار. أوكي شوفوا عشان أوريكم قد إيش العجينة ممتازة والحشوة أحلى وأحلى. شوف كيف حتتقطع معي بسرعة. شايفين روعة. هذه اللي بالقلاية الهوائية نجربها، صراحة شكلها مرة تجنن، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين كيف العجينة خفيفة ورقيقة؟ أعتقد هذه من النوع اللي لو شويتيها بالفرن أو بالقلاية الهوائية ما تجلد، يعني بعض الأنواع صراحة لك عليها تجلد شوية. دي لا. طيب خلونا نشيل لي وأوريكم اللي أنا عملتها اللي بالجبنة. اللي بالجبنة كلام تاني طبعا. اللي بالجبنة يا جماعة الخير هذه هي، شايفين؟ أولادك كلهم حيعشقوها وحيحبوها وحيقولوا لك سوي لنا منها زيادة. دي سمبوسة الجبنة خلاص، ومن بعدها انتهت.